هذا الأخ الذي يجلس حتى إذا ركع الإمام قام فكبر وركع مع الإمام، أولا يدخل في خلاف العلماء من تعمد الدخول مع الإمام في الركوع هل تصح صلاته أو لا تصح. لما؟ لأنه تعمد ترك الفاتحة ما قرأها ولا كان خلف الإمام، على القول بأن قراءة الإمام تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن كنت أرجح أنه يدرك الصلاة لكن سيدخل في الخلاف. ثانيا يضيع على نفسه بعض فضل القيام. طيب يا شيخنا متعب، ماذا أفعل؟ كبر جالسا، وأنت جالس كبر، وأنت جالس واقرأ الفاتحة، واجلس وأنت مع الإمام، حتى إذا أوشك الإمام أن يركع قم واركع معه. وإن كنت معذورا فلك أجر الصلاة قائما. إن كانك عندك تعب، عندك ألم في عظامك فكنت معذورا فإنه يكتب لك أجر الصلاة قائما. إذن يا أخي لا تضيع نفسك. أو بعض الإخوة يجلسون يتحدثون حتى يشغلون الناس الذين يصلون، حتى إذا قال الإمام قام الله أكبر وركعوا مع الإمام. يا أخي أشغلت الناس وأضعت على نفسك فضيلة. إن كنت متعبا كبر وصلي جالسا ثم قم عند الركوع، وإن لم تكن متعبا فإنها والله الغنيمة، إنها اللذة، إنها النعيم، إنها جنة الدنيا. قم وصلي مع الإمام، كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لعلك أن تكون من المفلحين. وإنك يا عبد الله والله لا تدري ما الذي يرجح ميزان حسناتك يوم القيامة، فلربما دقيقة قمتها في الليل هي التي يرجح بها أو ترجح بها كفة الحسنات يوم القيامة، ومن رجحت كفة حسناته دخل الجنة. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.